من ورا. خش يا صاحبي. رصة رصة. نبتدي حلقة النهاردة بلقطة فرحة. عريس النهاردة رامي ربيعة طبعا نجم النادي الأهلي اللي زي ما حضراتكم شفتوا كده بيحتفل النهاردة بفرحه. ألف ألف مبروك رامي، من الولاد الحقيقة اللي تحس دايما بانتمائهم للنادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله تكون خطوة موفقة في مشوارك وفي حياتك، وتكون نقطة دفع كده عشان يرجع لنا رامي بتاع زمان اللي وحشنا الحقيقة. أنا قابلت رامي هنا في السادسة واتكلمت معاه كتير جدا، مش بس على هوا بره الهوا، كمان من اللعيبه الرجاله تحس انه انتباهها للنادي الاهلي مش محل نقاش، وانه عنده رغبه كبيره جدا في انه يقدم حاجه للاهلي والجماهير العريضه. فان شاء الله باذن الله النهارده تكون بدايه صفحه جديده في حياه رامي، ويكون ان شاء الله باذن الله بدايه مبشره كده في 2022 ان شاء الله، ونشوف رامي بيتالق مره ثانيه مع النادي الاهلي.